مش كفايه كده تاثير بيه ولا ايه؟ العربيه دي فيها بانجو يا مدحت، انا مش تلميذ يا حبيبي. لا ابدا يا فندم، حاشا لله مين قال كده. مش تلميذ. مش ناويين برضو تقولوا بابا مخبي البانجو فين؟ يا تيسير بيه، مش كل عربية هتيجي هنعمل فيها كده ونعذب الناس. ده الطريق واقف من المعادي لوسط البلد. جرايه مدحت، ما بدل ما انت واقف عمال تطلمد لي كده، اتفضل فك لي الاربع كاوتشات عبال ما انا اشوف العربيات اللي ورا. مش هسيبك. ايه الكحه دي؟ شبيه وقت البتاع ده شويه. وارحميني بقى من تامر حسني اللي واكل دماغك ده. انا بحب تامر حسني بس مش لدرجه ان اسمعه صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. شفيقه انا بكلمك كحيوان ناضج، ما تخلينيش اسحب منك الام بي 3. وقت البتاع ده هذا استفزيني بقى. لا لما اقول لك وطي كلامي يتسمع، فاهمه ولا لا؟ لا ما تدينيش قفاك شفيقه. بصيلي وانا بكلم شفيقة. شفيقة مبسوطة يا وش النحس؟ خبطنا واحد، يا رب يطلع تامر. كابتن، كابتن انت اللي غلطان على فكرة. بس انت ده لسه خطفك بتعيطي على انت كمان، هو يقرب لك. ماشي لوحدك ليه يا اسطى؟ مين قال لك اني ماشي لوحدي؟ انا معايا ست اصحابي اهو. والله العظيم اللي زي وشي لطيف. والله يا مدحت، خد اللوست اللطيف ده على البوكس وخلي اصحابه يروحوا بالتاكس. شوف يا ما تفتحيش بقى. لطيف بنوستر. رخص يا عم الاوراداتي. انت اسمك فاطمة رشدي؟ لا يا فندم، فاطمة رشدي دي امي، اصلي ديت عربية امي. اه اصل انا اسمي تيسير فهمي فعادي. فرصة سعيدة. وده ايه اللي ورا ده؟ ده مطبق من امبارح ولا ايه؟ ايوه يا فندم، هو مطبق من امبارح. ده تلاقيه تعبان جدا. جدا يا فندم. بس انا بقدس النوم جدا، انت عارف انا لو مطبق كده ممكن اروح يومين، انام يومين. يلا اتفضل. يلا شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. افتح الطريق، في واحد مطبق. تيسير بيه. حضرتك شفت الرخص يا فندم؟ شفت الرخص تمام جدا، ما فيهمش حاجه يعني. وبعدين معاهم واحد مطبق. يا فندم انا مش قصدي المطبق، حضرتك شفت رخصة القرده؟ شوف رخصة القرده ازاي يا مدحت؟ يعني هقول للقرده رخصك يا قرده؟ وبعدين مش القرده اللي كانت سايقه يا مدحت. يا فندم انا مش بقول ان هي سايقه ولا لا، يا فندم دي قرده، ما ينفعش تمشي كده في وسط الناس من غير ما يكون معاها تصريح. جرايه يا مدحت، انت بتكره القرود كده ليه يا مدحت؟ انت عنصري ولا ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ انا مفكر اعمل عليه التجربه. هو حالته عامله ازاي يا بيرم؟ لا ده خلصان خالص، شبه ميت. مش عارف اقول لك ايه. اقول لك جربها عليه، لو فشلت هو كده كده ميت، لو نجحت يبقى له حظ انه يعيش على ايدك يا بطل. ماشي يا دكتور.
مش عايز صوت. تجربة العناب المحاولة رقم 47. نوع الضحية ذكر. السن من 20 ل 30 سنة. المستوى الاجتماعي زبال. الحالة الصحية يلقط أنفاسه الأخير. أنا عارف أنت بتفكري في إيه. انسي بقى شفيع انسي. تيمور خطيبك ما ماتش من التجربة بتاعتي. تيمور هو اللي كان عيان. افتح يا بيرم يا حبيب ماما. ثواني يا فاطمة، شفيعة بتغير هدومها. افتح يا بيرم عشان تحكي لي عملت ايه عند عمو. صريح. اياكي تلعبي في حاجة، فاهمة؟ تعالى يا ولد، تعالى نتكلم بره. يا ولد تعالى نتكلم جوه. يا ولد هنا في